طيب يمكن اسالك السؤال اللي كل عشاق اليونايتد بيسالوه لسنوات طويله، يعني يمكن من بعد الجيل ده، من بعد جيل دوايت يورك واندي كول وراين جيجز بول سكولز، اتت العديد من الاسماء سواء على مستوى اللاعبين والنجوم. يعني جه اسماء كبيره جدا، وين روني، فان بيرسي، كريستيانو رونالدو، جه اسماء على مستوى المدربين برضو، الحقيقه اسماء كبيره جدا، لكن الحقيقه ما قدرش اليونايتد انه يستعيد بريقه من بعد الجيل بتاعك ومن بعد مرحله أليكس فيركسون. من وجهه نظرك ايه السبب في ده؟ ايه سبب تراجع اليونايتد، عدم قدرته على تحقيق الالقاب سواء المحليه او المنافسه على الالقاب الاوروبيه؟ وهنا حتى مش بتكلم على الشامبيونز ليج، بتكلم على بطوله زي مثلا اليوروبا ليج. ايه السبب من وجهه نظرك؟ نعم، أعتقد أن السبب هو فيما ذكرت، سبب هو مغادرة السير أليكس فيركسون النادي. أعتقد أنه من المستحيل أن تضاهي فترة أليكس فيركسون. قد كانت فترة عظيمة للنادي، ليس فقط على مستوى اللعب وإنما فوز المباريات والفوز بالبطولات. نحن بعد ذلك لم نعتد على هذه الطريقة، لم نرى هذا يحدث مرة أخرى. أعتقد أن حتى تأثيري على تمركزات اللاعبين، كما تعرف التغيرات التي حدثت لليونايتد قد أدت إلى هذا المنحدر الذي وصل إليه اليونايتد الآن. أعتقد أن هذه هي أهم الأسباب. بالتأكيد أنت عندك تصور، يعني إحنا بنتكلم على نادي من أكبر الأندية على مستوى العالم من ناحية الشعبية والجماهيرية، بنتكلم على نادي يعتبر من الأندية القوية جدا على المستوى الاقتصادي أو المستوى المالي، بنتكلم على نادي عنده القدرة إنه يستقطب أهم الأسماء سواء على مستوى المدربين المديرين الفنيين وعلى مستوى اللاعبين. شايف الحل ازاي؟ ازاي ممكن اليونايتد يخرج من النفق المظلم اللي استمر فيه او اللي حاولت فيه اسماء كبيره جدا، يمكن اقربهم وابرزهم يمكن جوزيه مورينيو. حتى جوزيه مورينيو لم ينجح مع اليونايتد. نعم، اتفق معك تماما. أعتقد أن اليونايتد يجب عليه أن يصل لتوليفة جيدة بجوار المدير الفني. أعتقد أنهم قد صرفوا بالفعل ما يقارب المليار دولار في الفترة الأخيرة في السنوات الماضية، ولكن إذا أحضرت أفضل مدير فني في العالم في هذه الفترة، أعتقد أن مانشستر يونايتد يريد تجديد التفكير، يريد تجديد تفكير الإدارة ليواكب الطريقة التي تتعامل بها الكرة الآن. أعتقد أن قيادة يورك، أنت كان ليك تصريح مهم جدا في نفس الإطار ده، أو كنت عبرت فيه عن وجهة نظرك أنك شايف أنه شخصية زيدان، طبعا زين الدين زيدان، أنه هو الأنسب لقيادة مانشستر يونايتد. واحد، عايز أعرف ليه اخترت زين الدين زيدان، واثنين، هل ده معناه انك مش راضي عن تجربه إريك تن هاج مع اليونايتد، ولا شايف انه في اسباب تانية تستدعي استقدام زين الدين زيدان؟ اعتقد امر بسيط. تن هاج مدرب جيد، ولكنه ليس المناسب في هذه الفتره، وزيدان هو المناسب. اعتقد ان زيدان لديه طريقته الخاصه، رأينا مع ريال مدريد سنة تلو الأخرى يفوز بالبطولات ويفوز بدوري أبطال أوروبا سنة تلو الأخرى. أعتقد أن زين الدين زيدان قادر على فعل هذا مع مانشستر يونايتد. أعتقد أنه لديه القدرة على احترام اللاعبين وعلى تقدير الفريق. هو أفضل مدير فني حاليا من وجهة نظري. وأيضا مورينيو كان مدير فني جيد، ولكن كما قلت، جوزيه مورينيو هو من أفضل المدربين في العالم في فترته، ولكن ربما طريقة تعامله مع المباريات مع اللاعبين لم تكن مناسبة لنا.